مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي أنت والعالم، والذي نبحث فيه رؤية العالم لقضايا العراق وأبرز ملفاته في أسبوع عبر ما تناولته كبريات الصحف ومراكز البحوث والمنظمات الدولية. في الجزء الأول من الحلقة نستعرض الملفات والقضايا العراقية، وهذه جولة على أبرز تلك القضايا والملفات التي اهتمت بها مؤسسات صحفية وفكرية دولية، والبداية مع وكالة أنباء أسوشيتد بريس. مطلوب في أوروبا القبض على مهرب بشر سيء السمعة شمالي العراق. وفي إذاعة صوت أمريكا، شركات صينية تفوز بمناقصات للتنقيب عن النفط والغاز في العراق. وفي أخبار يوهو الاقتصادية، الصين تحرز تقدما في صناعة النفط العراقي مع تلاشي النفوذ الأمريكي. وفي وزارة الخارجية الأمريكية، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن المدني والديمقراطي وحقوق الإنسان تزور بغداد وأربيل ونينوى. وأخيرا في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، مسار التنمية الضائع في العراق يسلط الضوء على ضرورة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي لا تحظى بتأييد شعبي. إذن مشاهدينا، هذه موضوعات وأحداث عراقية عرضت لها مراكز بحوث ووسائل إعلام عالمية، ونبدأ حلقتنا من الجزء الأول المخصص لمناقشة ما ورد في تقرير إذاعة صوت أمريكا حول بسط الشركات الصينية لمزيد من النفوذ على قطاع النفط العراقي. ولمناقشة ما ورد في التقرير أود ترحيب ضيفي رئيس أكاديمية التطوير السياسي والحكم الرشيد الدكتور عبد الرحمن الجبوري. مرحبا بك دكتور إلى هذه الحلقة، لكن دعنا في بداية نستمع ونتابع ونشاهد سوية مع المشاهدين الكرام اقتباسات من إذاعة صوت أمريكا Voice of America، ثم نعود من بعدها للنقاش. تأهل أكثر من 20 شركة إلى جولة تراخيص النفط والغاز الأخيرة في بغداد، بما في ذلك الشركات الأوروبية والصينية والعربية والعراقية. وكانت الشركات الصينية هي الأجنبية الوحيدة التي فازت بالعطاءات، حيث استحوذت على 9 حقول للنفط والغاز، في حين حصلت شركة كار جروب الكردية العراقية على 2. إذن دكتور عبد الرحمن، الشركات الصينية هي الشركات الأجنبية الوحيدة التي فازت في العطاءات. بحسب خبرتك ومعاينتك لموضوع الطاقة في العراق، ماذا يعني هذا؟ تفضل. مساء الخير. أولا قبل هذا، أنه الثروات والموارد الطبيعية هي جزء من استراتيجية الأمن القومي، وكل بلد يستخدمها بطريقتين: الطريقة الأولى للرفاه الاجتماعي داخل البلد، والطريقة الثانية هي لبناء علاقات دولية ولتأثير في القرار السياسي والاقتصادي العالمي. ما حدث بجولة التراخيص أنا سأقرأها سياسيا أكثر ما هي فنيا، لأنه أنا متخصص بالسياسة. القراءة تقول أنه بالعراق أخطأنا خطأ كبيرا بوضع كل هذه الجولة وكل المقاولات بدولة واحدة هي الصين. المعروف عن الصين هي تبحث عن الاستثمار الرخيص ولا تبني بنى تحتية، وكذلك لا تهتم للبيئة ولا تقيم علاقات ثقافية مع البلد. شيء طبيعي الآن لو سألنا أي عراقي هل لك علاقة في الصين أو تعرف أحد في الصين، يعني ربما نسبة ضئيلة جدا 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 أن تقول نعم لي علاقة. المشكلة الثانية هي هل أنه السياسة في العراق أو الدولة العراقية تتجه شرقا بشكل عام؟ هل غضت النظر عن علاقاتها مع أوروبا ومع أمريكا؟ كيف استراتيجيا سنواجه العالم إذا لو سمح الله قررت الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الدول اللي التي لها مصالح في الشرق الأوسط سواء سياسية أو اقتصادية أن تعاقب هذه الشركات الصينية أو حتى تعاقب العراق؟ هل الصين قادرة على الدفاع عن العراق في المحافل الدولية؟
لم يعرف للصين تدخلها كذلك في الحيز العام للمجتمع. هي لا تعطي شيء، هي مجرد تأخذ الطاقة بأرخص الأثمان ولا تهتم لأي شيء ثاني. هذه طبعا سياسة جديدة بالنسبة للعراق. هل لهذه علاقة بكذلك طريق التنمية؟ هل أنه نبحث عن أموال الصين؟ لم يعرف عنها أبدا أنها قامت بإعطاء قروض للدول التي تعمل معها. طيب تأثير الشركات العالمية الكبرى في الاقتصاد، في السياسة، كيف سنجابها؟ هذه الأسئلة كلها على المشرع العراقي وعلى الحكومة العراقية وعلينا كبلد أن نجيب عليها. هل نتحول بشكل، هل هناك انفصام عن الغرب ونتجه نحو الشرق؟ هل هذا بتأثير السياسة؟ هل هذا بتأثير العسكرة؟ هل هو تأثير بدافع أننا نبحث عن كل شيء رخيص في هذا البلد؟ هل البنى التحتية لا تهمنا؟ هل البيئة العراقية بعد 10 سنوات من الآن، المعروف عن الشركات الصينية لا تهتم لهذه القضية، هل طيب هذه القضايا لا نهتم لها؟ إذا تسمح لي دكتور عبد الرحمن، في هذا الصدد في موضوع استحواذ الشركات الصينية على عقود تراخيص النفطية في العراق، لك تغريدة في تويتر تقول فيها: وضع تراخيص النفط كلها في سلة الصين خطأ استراتيجي ارتكبته الحكومة العراقية. الصين تستهلك الموارد الطبيعية للبلدان ولا تستثمر في المجتمعات المحلية والبنى التحتية ولا تهتم للبيئة ولا تنخرط معنا ثقافيا ولا تحمي أحد من غضب وسيطرة أوروبا وأمريكا على القرار الأمني والاقتصادي العالمي. يعني كيف ممكن أن تجسد لنا هذه التغريدة في هذا الصدد؟ برأيي كباحث وكمتابع سياسي في العراق وفي أمريكا، وأهتم لهذه القضية وأنظر لها من النظرة الاستراتيجية البعيدة المدى، نحن قد فصمنا علاقاتنا بالغرب بشكل تام، لدرجة أنه أما يمكن قراءتها مرتين. المرة الأولى أن الشركات الغربية لم تعد لها شهية للعراق، أما بسبب الأوضاع الأمنية أو بسبب الفساد الموجود في البلد، فمعناها أو التكلفة العالية لسببين. أولا تكلفتها العالية للعمل، لأنه لا تقوم بالأشياء الرخيصة، هي تضع بنى تحتية. والشيء الثاني للقوانين داخل هذه البلدان لا تسمح لها بأن تكون شركات رخيصة. لازم أنه أولا لا تسمح لها في قوانين البيئة، لا تسمح لها في استخدام العمالة الرخيصة، لا تسمح لها في استنزاف موارد البلد بدون العطاء للبلد مقابل ذلك. فهذه علامة غير صحية من قبل الشركات العالمية الأخرى والكبرى المعروفة. يعني طيب دكتور الجبوري، يعني الثانية برأيك من هو البديل يعني عن الشركات الصينية للاستثمار في الحقول النفطية والرقع الاستكشافية في العراق، إذا افترضنا أن الشركات الصينية لم تحز على هذه الصدارة في هذه الجولة، من برأيك سيكون البديل؟ الشركات الأمريكية، يعني السيد السوداني في عند ذهابه لواشنطن طرح هذا الموضوع وقيل أنه وضع تسهيلات كثيرة لها ولم تحز على أي من عقود التراخيص الأخيرة التكميلية الخامسة والسادسة. تمام، أنا لست ضد الصين بالمناسبة، لكن أقول أن الشركات الصينية معروف عنها عالميا بهذه الطريقة، كذلك هي لا تضيف لنا استراتيجية أمن قومي طويلة المدى. لذلك أنا بدأت كلامي بالموارد الطبيعية، أما رفاهية البلد أو بناء علاقات متينة دولية مثل ما تقوم به السعودية، مثل ما تقوم به الكويت، مثل ما تقوم به الإمارات. وضعت الثروة في خدمة الدولة، في خدمة رفاهية المواطن وأمن الدولة. هنا أهو المشكلة. إذا كانت أمريكا أو الشركات الأمريكية غير راغبة في العراق، فعلينا أن ندرس هذا بتفاصيله، لماذا، أن نقوم بالبحث، أن نقوم بتسويق لوضع العراق للأمن للفرص العملية. إذا كانت أوروبا غير قادرة، عفوا أمريكا، فلنذهب إلى أوروبا. أنا أؤمن بالتوازن بالشركات، لأن الشركات هذه هي أذرع للعلاقات الدولية وأذرع للأمن الدولي وأذرع للسياسات الاقتصادية الدولية. يعني أنا أريد أحمي البلد، لا أضع كل ما نعم. يعني إذا تسمح لي باستعراض مقتبس آخر من إذاعة صوت أمريكا ثم نعود من بعده للنقاش.
لم تكن هناك أي شركة نفط أمريكية كبرى مشاركة حتى بعد أن التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ممثلي الشركات الأمريكية في زيارته الشهر الماضي لواشنطن ووعوده بسياسة تفضيلية لتلك الشركات، بينما فازت شركة صينية هي CNOOC بمساحة تمتد عبر محافظة الديوانية وبابل والنجف وواسط والمثنى. إذن دكتور الجبوري، هناك من يقول إن الحكومة العراقية لا تدرك تداعيات أن يكون النفط تحت سيطرة مطلقة للصين، وهناك من يقول إن العراق يعي ما يفعل وبحسب سياسة رسمية تعتمد المحور الصيني على حساب الولايات المتحدة، ما رأيك؟ شخصياً المشكلة أصبح لدينا سلوك أن نبحث عن الرخيص وأن نبحث عن أشياء خارج القواعد العالمية. الصين من هذه الناحية سهلة جدا، رخيصة، عمالتها رخيصة. المشكلة، مثل أرجع مرة ثانية أقول، المشكلة ماذا ستقدم لنا الصين للمستقبل؟ هذا السؤال لازم أجب عليه. شيء الثاني، أنا لا أعتقد أنه هناك الحكومة عارفة، سواء أنا أتكلم عن الدولة، إذا كانت الحكومة تتجه للصين على حساب المحور الغربي، الصين وروسيا وإيران، فتكون خاطئ، هذا خطأ استراتيجي، ولذلك أنا بدأت كلامي بهذا الكلام. شيء ثاني، لو رجعنا لزيارة السيد رئيس الوزراء، التسويق الإعلامي والتطويل الإعلامي لها هنا في العراق أنه وقعنا مع شركات كبرى، وقعنا مذكرات تفاهم مع 20 شركة، يعني هل نرجع نقول أن الزيارة كانت فاشلة بامتياز لدرجة أنه، وأفرض السيد رئيس الوزراء أعطى من وقته، هذا لأول مرة أنا أرى رئيس وزراء يلتقي شركات عالمية بشكل مفرد. العادة والتقليد والسلوك كان في واشنطن أن يلتقي في غرفة التجارة الأمريكية ويعرض بضاعته على غرفة التجارة الأمريكية بالتسهيلات، لكن هذه المرة السيد رئيس الوزراء عرض التسهيلات والاتفاق مع مذكرات التفاهم العفو. كذلك حسب علمي، إذا كان لم تخن الذاكرة، هو ذهب إلى مكانات أخرى، إلى تكساس من أجل الشركات، فمعناها الزيارة كانت اقتصادية، فمعناها أنه كذلك الزيارة فشلت في أول شهر لها. هذه إذا كانت الحكومة العراقية معولة وفاهمة ومدركة أنها قررت أن تبني علاقة مع محور الصين وروسيا وإيران ضد محور الغرب بشكل عام، فأعتقد هذا قرار أنا نوهت لهذا. إذا كان فهمي هذا هو المقصود منها، نحن أمام خطأ استراتيجي على أمننا القومي، على مواردنا. طيب، نحن سنبيع ونشترك مع الصين ونضع فلوسنا في الخزانة الأمريكية، كيف سنوازن بهذا؟ طيب دكتور جبوري، خلينا نشوف مقتبس ثالث من تقرير إذاعة صوت أمريكا ثم نعود من بعده للنقاش. يواجه العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية صعوبات في تطوير قطاعه النفطي بسبب شروط العقود التي تعدها كثير من شركات النفط الكبرى غير مواتية، فضلاً عن الصراع العسكري المتكرر وتركيز المستثمرين المتزايد على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. طيب دكتور عبد الرحمن، إذا كانت شركات النفط الكبرى وهي غربية على العموم، يعني هذه الشركات تخشى شروط العقود مع العراق وتركيز تلك الشركات على معايير حماية الظروف البيئية والاجتماعية، فهل يعني فتح الباب واسعاً للشركات الصينية بتغيير شروط العقود وترك معايير الحماية جانباً؟ المشكلة هنا مشكلتين. المشكلة الأولى، أما أنه نحن في العراق لا نهتم للمعايير الدولية اللي هي معايير الصحة ومعايير البيئة ومعايير التصحر ومعايير الأمراض التي تأتي من عملية استخراج النفط والغاز الطبيعي، وهذا خطأ كذلك، معناها أنه لا نهتم لصحة مواطنينا ولا نهتم للأجيال القادمة. هذا أول شيء، فعلينا أن نغير من سياساتنا ونتبع سياسات العالم، لأنه الأجيال القادمة مثل ما يحدث الآن في البصرة من تلوث بيئي، من تلوث تصحر، كل شيء. الشيء الثاني أنه هذه الشركات من الرصانة
ترى المستقبل وترى القواعد الدولية القانونية، وهي تبتعد عن ما كل فاسد وكل ما تبتعد عن ما كل لا يناسب المعايير الدولية، لأنها ترى الأسواق مجمل، لا ترى سوق العراق فقط، ترى أسواق الدول الأخرى، السعودية، الإمارات، فنزويلا، كل الشركات اللي المكانات الأخرى. فمعناها أنه إن عملت في العراق بهذه الطريقة الفاسدة ستكون سيكلفها هذا مقاولات أو عقود أخرى في مكانات أخرى، إضافة إلى المسؤولية القانونية ضمن بلدها وضمن البلدان الأوروبية أو البلدان اللي تقدم التي تعمل بالمعايير الدولية. الشيء الثاني، مع فقدان هذه الشركات راح نفقد في العراق المنافع المجتمعية اللي الشركات اللي تعودت عليها الأوروبية والأمريكية أن تقدم منافع مجتمعية للبيئة اللي تكون تدعم المدارس، تدعم المجتمع المدني، تدعم النزاهة، تدعم البيئة، تقضي على التصحر. هذه هم راح نفقدها، لأن الصينيين لا يهتمون لهذا ولا يقومون بها. فمعناها أنه في هذه الحالة نحن صح نحصل على عمالة أو عقود رخيصة، لكن سندفع أضعاف هذه العقود في عملية الإصلاح البيئي، في عملية الإصلاح الثاني، الإصلاح الثقافي كذلك. هذا مثلا الشركات الأمريكية قدمت كثير في العراق والأوروبية، من بناء الحوكمة الرشيدة، من التعامل مع الدولة، بناء الجامعات، أعطى قروض كثيرة للعراق. هل رأينا الصين فتحت جامعة في العراق؟ هل رأينا الصين أعطت منحة لحكومة محلية معينة خاطر تقوم بما تحتاج المجتمع المحلي؟ هذه كذلك لازم يفهمها، تفهمها الحكومة العراقية، يفهمها المجتمع العراقي. يعني دكتور، على العكس أنه كثير من الاستثمارات الصينية والعقود التي تعمل بها في العراق شابتها كثير من يعني شبهات الفساد. لكن دعني أتحدث عن الدور الأمريكي، مثل ما ذكرت جنابك، أنه وين الدور الأمريكي؟ يعني اليوم احنا كمواطنين نتساءل، وكمراقبين ايضا جنابكم تتساءلون، الولايات المتحدة تشاهد التراخيص النفطية تذهب وتحتكرها الصين، اين الدور الامريكي؟ لماذا هذا الصمت برأيك؟ شخصيا اشوف، انا اعتقد انه الاجابة ستهدي، الإجابة امتعاض كبير. يعني تذكر أنه عقود الكهرباء ب 4 مليارات أو 5 مليارات أو 20 مليار، ما أعرف بالضبط الرقم، 14 مليار، واللي التنافس الشديد اللي صار بين ألمانيا وأمريكا على 14 مليار. كيف هنا صناعة نفطية ليست مهمة بالمال فقط، لكن مهمة بالنفط المتوفر في الأسواق، في الأزمات النفط، في يعني هذه كلها مهمة للولايات المتحدة ومهمة لأوروبا. معناها أن الشركات الصينية ستتحكم بالإنتاج، وهذا شيء آخر سيقلق الولايات المتحدة. سنرى، أنا رأيي شخصيا سنرى الأسبوع القادم أو ما بعد ردة فعل المشرع الأمريكي بتأثير الشركات الأمريكية، راح نرى ردة فعل جزء من الحكومة الأمريكية لهذا القضية كذلك. إذا كانت تنافس ألمانيا على الكهرباء، فكيف أنه تعطي أنت لعدو بالنسبة للأمريكان يعتبروه عدو، والصين عدو بالنسبة لهم؟ فأعتقد هذه العلاقة ستتوتر مرة ثانية مع الولايات المتحدة الأمريكية. طيب دكتور عبد الرحمن، خلينا نتابع مقتبس رابع وأخير من تقرير إذاعة صوت أمريكا، ثم نعود من بعده للنقاش. كان الهدف الرئيسي للعراق في جولة التراخيص السادسة هو زيادة إنتاج الغاز الذي يريد استخدامه لتشغيل محطات الكهرباء التي تعتمد بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران. ومع ذلك لم يتم تقديم أي عطاءات بشأن حقلين على الأقل يتمتعان بإمكانيات غازية كبيرة، مما قد يقوض تلك الجهود. إذن شهية الشركات الصينية المفتوحة أمام مائدة الطاقة في العراق توقفت فجأة حين تعلق الأمر بالاستثمار في مجال إنتاج الغاز.
مثل ما تعرف جنابك احنا الغاز نحتاجه بشكل كبير بإنتاج الكهرباء واللي يستورد العراق من إيران، هل يعود هذا لعدم رغبة الصين في إثارة حساسية حليفتها إيران، أم أن السبب هو اقتصادي بحت ليس له علاقة بالقضايا الاستراتيجية؟ شخصيا أعتقد الأول والأهم هو أنه تكلفة إنتاج الغاز العراقي عالية والصين تبحث عن الرخيص مثل ما بدأت، فمعناه أنه الفائدة المالية مالت من دخولها هذا السوق لن تكون بحسب رغبتها، لأنه راح تحتاج إلى تقنيات عالية ليحتاجها الغاز العراقي. لهذا السبب الغاز العراقي من 30 سنة لحد الآن هو يحترق، أو أكثر من 30 سنة. هذه السبب اللي الكلفة الاقتصادية، وممكن الاقتصاديين يصححوا لي في هذه المعلومة. الشيء الثاني أكيد أنه إيران، العفو، الصين ترى وجود غاز عراقي يبدأ بالتصدير ليس فقط للاستخدام المحلي راح تثير حفيظة، ليس إيران فقط لكن راح تثير حفيظة روسيا، لأن روسيا وإيران هم الآن الموردين الأصليين تقريبا إلى أوروبا، فمعناها أنه القوة السياسية والاقتصادية أو الضغط السياسي اللي يأتي من الغاز الإيراني والغاز الروسي راح تكون أقل، فلذلك الصين تفضل الاستثمار في الغاز الإيراني على الاستثمار في الغاز العراقي، وكذلك لحساسيتها مع روسيا. فسببين، أولا الكلفة العالية، والثاني التأثير السياسي والعلاقة الأمتن مع روسيا ومع إيران. يعني إذن جنابك يعني تشير هنا إلى سببان رئيسية، هما سبب اقتصادي أنه تكلفة إنتاج الغاز العراقي مكلفة، لكن أنا أريد أعرف هذه النقطة دكتور عبد الرحمن، هل تقصد الغاز المصاحب لاستخراج النفط أم يعني غير نوعية من الغاز؟ وهل هناك دراسات يعني طلعتم عليها بهذا الشيء؟ لأنه رئيس الوزراء ويعني الجهات الرسمية تقول أنه بعد 3 سنوات إلى 5 سنوات سوف يكتفي العراق وسوف ينتج الغاز وسوف يستغني عن الغاز الإيراني. يعني أنا أتكلم عن الغاز المصاحب، ما عندي خبرة في حقول الغاز غير المكتشفة، لكن واضح من تكون الشركات ومثل الشركات الصينية تعزف عن هذه القصة، فمعناها أكو كلفة عالية. يعني هذه استنتاج، يعني أنا ما عندي حقائق لأنه مثل ما قلت أنا مخبر نفطي، لكن الكلفة واضحة أنه أغلى، وكذلك أنه العلاقات السياسية المرتبطة بإيران وروسيا أعتقد جانب ثاني تأثيرها أكبر. دخولها السوق العراقي وفقدانها السوق الإيراني والسوق الروسي ليس منتجا للشركات الصينية. طيب رئيس أكاديمية الفقرة، نعم، رئيس أكاديمية التطوير السياسي والحكم الرشيد الدكتور عبد الرحمن الجبوري، تفضل بالبقاء معنا، سوف نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود من بعده للنقاش. إن الكرام، غياب أمريكي في مشهد الطاقة والنفط في العراق، هذا ما سنتعرف عليه في الجزء الثاني من البرنامج، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد إلى الجزء الثاني من حلقة برنامج أنت والعالم، الذي نناقش فيه جوانب أخرى من المشهد العراقي، حيث نشرت شبكة أخبار ياهو في قسمها الاقتصادي تقريرا حول غياب أمريكا من مشهد الطاقة والنفط في العراق. ولمناقشة هذا التقرير بشكل مفصل أود الترحيب مجددا بضيفي رئيس أكاديمية التطوير السياسي والحكم الرشيد الدكتور عبد الرحمن الجبوري. مرحبا بك دكتور إلى الجزء الثاني من برنامج أنت والعالم. دعنا سوية نتابع ونشاهد اقتباسات من تقرير نشره موقع أخبار شبكة ياهو الاقتصادية، ثم نعود من بعده للنقاش. أعلنت وزارة النفط العراقية أن 5 شركات صينية فازت بعروض للتنقيب في حقول النفط والغاز الهائلة في العراق،
في حين لم تحصل أي شركة أمريكية على عقد، وهذا أحدث علامة على نفوذ الصين المتزايد في الشرق الأوسط، حيث تكافح الولايات المتحدة للحفاظ على مكانتها في المنطقة على الرغم من وعود الحكومة العراقية للشركات الأمريكية بشأن صفقات محتملة. إذن دكتور عبد الرحمن، علامة على نفوذ الصين المتزايد في الشرق الأوسط حيث تكافح الولايات المتحدة للحفاظ على مكانتها في المنطقة على الرغم من وعود الحكومة يعني في هذا الشأن، ما رأيك يعني وماذا تعلق؟ شوف، سياسيا كذلك أنه العقود هذه أرسلت رسالة واضحة للولايات المتحدة الأمريكية أننا في العراق الآن نقف على الأقل اقتصاديا مع العدو رقم واحد للولايات المتحدة. كيف سيقرأونها الأمريكان؟ مثل ما قلت، ربما نرى الأسبوع القادم بعض ردة الفعل الأمريكية. المشكلة هي مثل ما قلت، لن لا تكون الموارد النفط، نعم طبعا لدينا نفط نريد نبيعه، لكن بالنهاية كيف نبيعه وكيف نفكر أنه نكون محميين دوليا كدولة؟ هذه الحماية راح نفقدها لأنه الآن اتخذنا جانب الشرق. تعطي كذلك عذر للحكومة العراقية من ناحية أخرى. أولا الغرب بدأ يقل استخدامه للغاز والنفط خاصة، فمعناها أنه الشهية بدأت تقل، والصين مستورد رقم أعتقد 3 بالنسبة لنا، فنتجه إلى حيث السوق. هذه هم تعطيها، لكن يبقى علينا أن نمزج بين الاقتصاد وبين السياسة، وخاصة في الاقتصاد السياسي لابد أنه أحيانا تعطي حتى لو بأثمان عالية أو بأثمان رخيصة لتكسب بأماكن أخرى. أحيانا مثل ما قلت نحن نكسب ثقافيا، نكسب علميا، نكسب كل الأشياء من الغرب. جامعاتنا، هل نتجه الآن للتفوق الصيني؟ هل نعمل مع الصين؟ هل الصين إضافة إلى المقاولات هذه أو العقود هذه، هل ستقوم الصين بفتح مصانع في العراق تخفف من مثلا العمل في العراق أو فرص العمل؟ هل تكون الصين فجأة راح تغير من تاريخها كله وتكون بلد ثقافي يدعم الثقافة ويدعم المجتمع العراقي؟ هذه مشكلة كبيرة، يعني مشكلة للجاليات العراقية كذلك في الغرب. أعتقد مثل ما قلت رد الفعل الأمريكي الآن أنتم تساعدون عدونا بالضبط بهذه السهولة. يعني وفي هذا الصدد دكتور، طيب أود أن أسألك يعني بالحديث عن الرد الفعل الأمريكي المتوقع الذي ذكرته جنابك، هل أخطأ السوداني برأيك بالموافقة على استحواذ صيني على عقود النفط العراقي الأخيرة 5 و 6؟ يعني ماذا تتوقع أن يكون الرد الأمريكي سياسيا واقتصاديا؟ شوف، السوداني كان أمام أمرين، أمر واقع، يعني أمام حقول نفط لابد نفط يستخرج، وأمام وضع سياسي وأمني معقد. أن ممكن يبرر أنه أنا ذهبت وعطيت وشغلات، لكن أنا أتكلم عن الدولة، ما أتكلم عن السوداني بالذات، يعني أتكلم عن الدولة برأيي أخطأت في هذه القصة. حتى لو كنا برأيي أنا، ما مثل ما قلت يعني أترك لهذا المختصين، لكن برأيي أعتقد أن أخطأنا في هذا القرار. أخطأنا استراتيجيا، مو خطأ اليوم مو آني، لكن استراتيجيا هذا الخطأ سيكلفنا الكثير. يعني هذه العقود أكيد بها سقوف زمنية عالية، وفعلا هو خطأ استراتيجي لا يمكن أن يعني يعالج بين ليلة وضحاها، لأنه عقد موقع بين طرفين. دعنا هو هناك يعني العقود، أعتقد العقود هي 3 سنوات إلى 5 سنوات.
يمكن تصحيح هذه العقود عندما تكون الوضع السياسي أفضل، أن الحكومة تكون حرة أكثر مما هي موجودة الآن بالتزاماتها مع الأطار التنسيقي. كل هذه الأشياء ممكنة في المستقبل، بما أنه العقود مؤقتة لسنوات محدودة ممكن تصحيح هذا الخطأ. زين دكتور عبد الرحمن، شنو اللي يمنع الشركات الأمريكية المختصة بالنفط والطاقة منو أن تجي للعراق وتستثمر؟ يعني منو اللي يمنعها؟ إحنا قدمنا لها تسهيلات بواشنطن بزيارة السيد رئيس الوزراء، وقلنا لهم يابا تعالوا استثمروا حقول النفط اللي عندنا. يعني اللي علينا سويناه، لكن شنو المشكلة الآن؟ شنو اللي يمنعها؟ يعني هل هناك تهديدات أمنية مثلا؟ هناك وضع غير مستقر سياسيا؟ مثل ما أنا وضحت مسبقاً سرمد، أولاً المعايير الدولية تمنعها لأنه الكلفة راح تكون، لأن المبالغ اللي تستحصلها لا تستحق يعني المعايير الدولية، لأنه ربحها راح يكون أقل. الشيء الثاني الوضع السياسي العراقي، مو الأمني، خلينا نقول أكو تحسن بالوقت الحاضر. الوضع السياسي، الصين لا تهتم لهذه القضية مثل ما تعرف يعني، لكن الشركات الأمنية العفو الأمريكية والأوروبية تهتم لمواطنيها، تهتم طبعا يهتمون لمواطنيهم، يهتمون للشركات هذه لأرواحهم. كذلك هذه الشركات مؤمنة من قبل الدولة، يعني تدفع يعني ضمان لوجود عملها في العراق. هذه الكلفة مثل ما أنت في الطيران الآن، ليش بغداد مثلا كلفتها عالية بالطيران عكس مكانات أخرى؟ يعني الضمان اللي تقدمه على شركات الطيران. نفس القصة في شركات النفط، يعني هذا الضمان العالي، الاهتمام بنوعية البنى التحتية التي تضعها، الاهتمام بسمعتها. يعني لو خربت واحدة من الشركات الأمريكية هنا، سمعتها ستلاحق هذه الهزيمة هنا لسنوات طويلة. الصين لا تهتم لهذه القضية، الصين لا تهتم حتى لمواطنيها. يعني هذه برأيي، لذلك القوانين الضابطة والحكم الرشيد. الصين ربما الشركات الصينية تدفع رشاوي، الأمريكان لا يدفعون رشاوي، الأوروبيين لا يدفعون رشاوي. هذه كلها يعني السوق غير مستقر سلوكيا، مو مستقر سياسيا وأمنيا، سلوكيا. السلوك هذا للشركات، الشركات العالمية ما راح تغير سلوكها وطريقة أدائها وعملها المؤسساتي فقط للعراق وتترك الأسواق العالمية الأخرى من أجل الاستثمار بالعراق. واحد السلوك واحد. نعم، يعني هناك بلدان كثيرة تستثمر بها وتأخذ ما تربحها، إضافة إلى قبول المجتمع حاضن، البيئة حاضنة لها. العراق لا تتوفر في هذه الحضانة بالوقت الحاضر. طيب خلينا نتابع دكتور عبد الرحمن تقرير أو اقتباس آخر عفوا من تقرير شبكة ياهو الاقتصادية، ثم نعود من بعده للنقاش. كان لواشنطن في البداية نفوذ في حقول النفط العراقية الشاسعة بعد حرب العراق عام 2003، لكن منذ عام 2009 أصبحت الصين قوة مهيمنة في البلاد بعد توقيع أول عقد لها. ومنذ ذلك الحين أصبح العراق ثالث أكبر مصدر للنفط في الصين. وفي الوقت نفسه تستمر قبضة واشنطن على النفط العراقي في التراجع مع خروج شركة إكسون موبيل من البلاد. إذن دكتور عبد الرحمن، يعني العراق يذهب إلى الصين اللي هي حليفة إيران الاستراتيجية وشريكها في تهريب النفط كذلك، والتخلص من عقوبات واشنطن على طهران، ومع تزايد فرض أمريكا عقوبات على الصين، من يضمن أن الشركات النفط الصينية العاملة في العراق ستكون بمنع عن تلك العقوبات؟ وإذا حصل هذا ماذا سيفعل العراق؟ هذا هو سرمد الكلام مالتي، أنه استراتيجيا نحن أخطأنا، لأنه لا ضمانات، لا ضمانات أنه الأمريكان لن يضعوا عقوبات اقتصادية على هذه الشركات.
لا ضمانات أنه الصين ستبني بنى تحتية تستمر لفائدة الحقول نفسها. يعني أنا تكلمت كثير مع المهندسين النفط أنه الصين مجرد أنه تستخرج النفط ليس هناك إدامة لهذه الحقول، فمعناها أنه لو لا سمح الله هذه العقود تم كسر العقد، فمعناها أنه إحنا راح تكلفنا عملية الاستخراج أكثر مما ربحنا الآن. لكن هي المشكلة أنه إحنا من 2003 لحد الآن مستمرين في عملية استهلاك النفط وعدم استثماره. يعني معناه أنه إحنا دولة استهلاكية نبيع وما يهمنا، يعني حقيقة مدى يهمنا مستقبل هذا البلد أو مدى يهمنا مجرد أنه المكينة الكبرى للدولة اللي هي ما تمشي غير على مبيعات النفط، فنقبل بمن يعطي رخيص في سبيل يبيعنا يعطينا دولار، يعني قيمة البيع. فهذه هي المشكلة، أنه تفكير استراتيجي للمستقبل ما موجود. الموجود هو أن نخرج النفط ونبيع ونوزع رواتب أو نوزع الأشياء هذه. عملية الاستثمار هذه غير موجودة. هذا كذلك أنه واحدة من الأشياء اللي أنا ربما معارض لهذه القصة، أنه كيف الاستثمار هذا راح يكون في مجال الزراعة، مجال كيف يؤثر عدم وجود الشركات الكبرى في القطاعات الأخرى، في قطاع التعليم، في قطاع الزراعة، في قطاع الصحة. هل الصين تملأ هذا الفراغ؟ هل صدفة العراق سيرسل جميع أطباء للتدريب في الصين؟ هل العراق سيرسل مهندسي زراعيين يتعلموا من الصين؟ هذه أسئلة نسألها، ربما الدولة أو الحكومة عندهم إجابات أفضل مما تخرج للحيز العام. اللي يهتم للدولة واللي يهم مستقبل الدولة يرى الدولة بالصورة الكبرى، ما بصورة أنه أبيع جزئية بيعت النفط، جزئية مستقبل هذا البلد. ربما نكون مخطئين، أنهم يعرفون، إذا كانوا يعرفون فمعناها أنه اطلاعنا على هذه، وأنا أتكلم عن الناس مطلعين مثلنا، قليل. ما موجود معلومات من لماذا اختارت الدولة. ما سمعت أنا من أي مختص بالحكومة أعطانا أسباب حقيقية أنه اختيارهم لعدم وجود الشركات الأمريكية. طيب سؤال، ليش ما اجت الشركات الأمريكية؟ ما حد يجاوبك على هذا الشيء. إذن الأوروبية نفس الشيء. القصة بالنسبة لنا الآن أعتقد شخصيا أنه المستقبل خلال سنتين ثلاثة هذه راح يرينا أنه هل هذا القرار كان صائب أو كان خاطئ. بالنسبة لي بالوقت الحاضر أعتبره قرار خاطئ، ربما شيء آخر، بس أنا مقتنع قناعة تامة أنه ذهابنا إلى الصين يضعنا في حرج دولي، يضعنا في خطر دولي، كذلك في خطر الشركات هذه لو عزلت، من سيحمينا؟ وهو هذا هو سبب تغريدتي، من ستحمينا؟ هل الصين ستحمينا؟ الصين ما معروفة بهذه القضية، ما معروفة بتأثيرها على دول أخرى، ما معروفة بتأثيرها على البنك الدولي، ما معروفة بتأثيرها على الأمم المتحدة. نعم لديها حق الفيتو، لكن تأثير سياسي غير موجود لها. هل الدولة العراقية ارتاحت للصين لأنها لا علاقة لها في السياسة ولا لها علاقة في المجتمع ولا لها علاقة، مجرد تاجر، مجرد مقاول نستأجره يخرج لنا النفط، نبيع النفط ونوزع فلوس النفط؟ هذه مشكلة يعني في هذا البلد إذا كانت سياساتنا الاقتصادية ونظرتنا للمستقبل بهذه الطريقة. أنه الصين دولة كبيرة وإلها باع في كل مجالات الحياة، يعني معقولة الصين، يعني المشكلة بيها هي الصين تستثمر في كل بقاع الأرض، يعني ألا يستطيع العراق سياسيا واقتصاديا مسك العصا من الوسط وإقامة علاقات متوازنة مع كل من الولايات المتحدة والصين؟ وبالنهاية يعني أرد نحدد ونشخص المشكلة، هل هي بالصين نفسها لو خلينا نقول بالعامية بجماعتنا العراقيين، يعني مدى يدبروها، مدى يعرفون شلون يمسكون العصا من الوسط؟ لا، الصين ليس فيها مشكلة. الصين رأت فرصة،
مثل ما نقول احنا حار ومقسم ورخيص، فلماذا لا تستخدم هذا الطريقة فرصة لأكبر عدد من العمال، فرصة لنمو الاقتصاد مالها؟ لا، ما تلام الصين في هذه القصة أبدا. من ناحية ثانية أنت ما تلوم الدولة العراقية، لأن الدولة العراقية مبنية على الاستهلاك وتريد فلوس، والفلوس ما تجي إلا بالطريقة هذه، فمعناها العجز الاقتصادي لازم نسده بشركات قل رصانة. أنا فقط أقول أنه التفكير الاستراتيجي أنه لازم يكون أفضل من هذا التفكير، لازم نكون نبني مثل ما نرجع إلى العلاقات الدولية، الموارد هذه جزء من العلاقات الدولية. أنا أريد تمام، أريد أرى الصين تفتح لنا مصانع إذا كنا هالشكل. طيب البنى التحتية الموجودة في المجتمع العراقي للصين، هل أرسلنا مثلا حسب علمي أرسلنا أكثر من 25,000 أو 30,000 أو حتى وصل إلى 80,000 مبتعث للدراسة في أوروبا وأمريكا؟ معناه أنه إحنا رحنا للسيستم الإداري الأمريكي والأوروبي وابتعثنا. هل ابتعثنا بنفس هذا العدد للصين؟ ما هي علاقتنا بالصين يعني؟ هذا ما ذكرته جنابك بالتواصل الثقافي يعني. نعم، إذا تسمح لي دكتور والمشاهدين الكرام، ننتقل إلى اقتباس ثالث من تقرير شبكة ياهو الإخبارية، ثم نعود من بعده للنقاش. لتجنب الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، قام العراق بالتفاوض على انسحاب القوات الأمريكية من جهة، وإلغاء التصاريح التجارية للبنوك التي تنقل الأموال إلى إيران من جهة أخرى. لكن بغداد لا تزال بحاجة إلى الاستثمار الأجنبي والمساعدة الأمنية، وهي تتودد إلى بكين كبديل، وتقوم الصين بتصدير عدد كبير من الأسلحة إلى العراق لملء الفراغ الأمني الذي خلفته الولايات المتحدة. إذن دكتور، بغداد لا تزال بحاجة إلى الاستثمار الأجنبي والمساعدة الأمنية، وهي تتودد إلى بكين كبديل، ما تعليقك؟ شوف، مثل ما قلت أنا أنه بنينا النظام العسكري الآن مبني على التدريب الغربي، سواء كانت ألمانيا ولا السويد ولا الأمريكان. فالآن ندربنا لسنوات طويلة من 2003 لحد الآن جيش بالطريقة الغربية، لكن راح نسلحها بالطريقة الشرقية، يعني دربناه على F-16 وراح نجيب الطيارة الصينية. هذا أولا. الشيء الثاني أنه بهذه القصة العلاقة العسكرية، هل راح تكون علاقة صينية؟ مثل ما قلت، إذا كنا ننتمي إلى قررت الدولة العراقية الانتماء إلى المعسكر الشرقي بشكل رسمي 100%، فعلينا أن نتحمل تبعات هذا القرار. إذا كانت أن كنا فاهمين ودارسين وباحثين هذه التبعات فهنيئا لنا، أما إذا كنا دكتور هذا قرار صعب، لم نرى أو لم نبحث هذه التبعات، يعني قرار صعب، صعب على الحكومة أنه تتخذ هيك قرار، ما تقدر يعني تنسلخ من التحالف الدولي والتحالف مع أمريكا. أبسط شيء ممكن يسوي الولايات المتحدة أنه تفرض عقوبات اقتصادية، ينهار الدينار العراقي، وشوف شلون ممكن يحلوها. يعني شوف، يعني واضح أنه إذا كانت الولايات المتحدة صبرها نفذ معنا، أكيد العقوبات تكون مثل إذا كانت العقوبات. طيب هل نقوم نهرب نفط إلى الصين؟ يعني هي هذه المشكلة الكبرى. وإذا هربنا نفط، طيب الأموال مالتنا حسب القوانين الدولية هي تذهب إلى الخزانة الأمريكية بعدين ترجع. فهل الصين الصين ملزمة أن تدفع الفلوس هذه للخزانة الأمريكية؟ ملزمة، هذا قانون دولي يعني، ما بيها مجال. فإحنا في مشكلة، في ورطة يعني، الحقيقة في ورطة، في ورطة سياسية بالنسبة لي، أما ورطة فنية نفطية هذا شيء آخر. أنا أعتقد إحنا في ورطة سياسية وأمنية في نفس الوقت، وهذا ما يهمني، أنه هل العلاقات الدولية اللي راح تأتي منها الصين تكفي؟ هل عمل الشركات تكفي؟ هل لدينا القدرة على المناورة مع العالم الآخر؟ هذه واجب الحكومة وواجب البرلمان. نحن كباحثين كنخب علينا أن نوجه، أن نعطي رأينا، وعلى الدولة أن تختار القرار. لكن بالنهاية علينا كذلك كمواطنين أن ندفع ثمن هذا القرار.
طيب دكتور عبد الرحمن، خلينا ننتقل إلى مقتبس رابع وأخير من تقرير شبكة ياهو الاقتصادية، ثم نعود من بعده للنقاش. أصبحت الصين المصدر الوحيد للطاقة المتجددة في العراق، ولكن حتى لو تواصلت شركة غربية مع العراق فمن المرجح أنها لن تذهب بعيداً، فصناعة التكنولوجيا الخضراء متداخلة مع فساد حكومي عراقي، بينما نموذج الهيمنة الصينية هو التركيز المتزايد على الاستثمار بدلاً من الانشغال بالقضايا الداخلية ومكافحة الفساد لبلد مثل العراق كما تفعل الشركات الغربية. دكتور عبد الرحمن، السؤال الآتي شوية صادم. هناك محللون غربيون وعراقيون يقولون أن الشركات الصينية تغض النظر عن فساد حكومات البلدان التي تعمل فيها، وهو ما تفضله مؤسسات عراقية متهمة بالفساد، لذا هي تفضل التعاقد مع كل ما هو صيني. كيف تعلق؟ شوف، النظام السياسي العراقي أنشأ دول داخل الدولة، دول وليس دولة واحدة يعني، فهذه الدول تبحث عن ميزانيات، وأكيد أكيد أنه الصينيين لا يهمهم مثل ما قلت أرباحهم تكون رخيصة، فلذلك ما يهمهم أنه يدفعون رشاوي للدول الموجودة داخل الدولة العراقية. الشيء الثاني، ما مثل ما ذكرت أنا، لا تهمهم الصحة ولا يهمهم التعليم ولا يهمهم مواطن عراقي، فما عندهم مشكلة. النظام السياسي ما يهتم، لأن الصين ما تهتم مثل ما قلت بالنظام السياسي، بالإدارة، بالحكومة، في بناء الدولة، مؤسسات الدولة، البناء المجتمعي، أهم كذلك الصين ما تهتم لها، والنظام السياسي بالوقت الحاضر ما يهتم لهذه القضية. فإحنا أمام فلسفتين، فلسفة بناء الدولة للمستقبل أو فلسفة استهلاك الدولة استهلاك الدولة للمصالح الخاصة. الصين ليس لديها مشكلة مثل ما قلت في التكنولوجيا الخضراء، عندها مشكلة تقول لك أنه أنا ما عندي مشكلة، هذه مشكلة مشكلتكم عراقية، أنا ما أشتري شغلة فيكم، ما عندي واعز لا أخلاقي ولا قانوني في الصين أنه أدخل في مجتمعكم أو حسن النية تجاه المجتمع، هذا مش شغلتي. شغلتي أبني شركة، أطلع نفط، أبيع، أنتوا تبيعون تعطوني فلوسي وأروح للصين. ما بعدها طيب دكتور، هاي المشاكل البيئية يعتبرها واعز أخلاقي، المشاكل البيئية وثقافية عرفناها، التقارب والتوازي بين ما يقوله هؤلاء المحللون الغربيون والعراقيون بأن هناك تقارب في الرؤى وتقارب في المصالح، لأنه الفاسدون في العراق يفضلون التعاقد مع الصين لأنه يتوافقون بمصلحتهم، وبنفس الوقت هناك طرف آخر يقول ألم تكن أمريكا هي المسؤولة عن الفساد والفاسدين في العراق؟ شوف، هذا الكلام تكلمنا به كثير كلنا، يعني أنا أعتقد السبب الرئيسي للفساد هو نحن، رغبتنا وعدم شعورنا بالدولة، رغبتنا بالأنانية الشخصية لبناء كياناتنا وعلى حساب الدولة وعلى حساب المواطن. أمريكا لم تقل لعراقي بشركة معينة تعال اذهب إلى الصين أو اذهب إلى أي شركة أو اطلب حقك كوميشن على العمل اللي تقوم به للدولة. طبعا الأمريكان عليهم جزء من المسؤولية، لكن المسؤولية الكبرى تقع علينا أخلاقيا، دينيا، اجتماعيا، قانونيا. احنا كل سهلنا للفساد، النظام السياسي مالتنا وأحزابنا السياسية أدمنت المال الحرام، لذلك تحولت إلى مافيات سياسية تسهل لمن يأتي يعطي. يعني الصين لا تحارب الفساد، إذا ما عندها مشكلة مع الجهة الفلانية أو الحزب الفلاني أو المدير العام الفلاني أو الوزير الفلاني، ما عندها مشكلة ولا راح تراقب عمواله، بالعكس هي السهلة أفضل وأفضل، لأنه مثل ما قلت همها الربح وليس همها المشاكل العالمية، المشاكل العالمية بالفساد، مشاكل عالمية بالمناخ، هذه مو همها. إذا النظام العراقي هو من سمح
والصين تستغل هذا النظام. مسؤولية أمريكا، نعم هناك مسؤولية كذلك على أمريكا، لكن المسؤولية الإخلاقية والمسؤولية الشرعية والمسؤولية القانونية. لكن دكتور عبد الرحمن إذا تسمح لي، يعني جنابك تقول أن أمريكا تتحمل جزء من المسؤولية، جزء أم جزء كبير؟ يعني من يستطيع تغيير النظام الذي جلبته الولايات المتحدة بعد 2003 برأيك؟ وكيف يتم تغييره؟ لا بالمظاهرات قدرنا نغيره، ولا بالانتخابات قدرنا نغيره، ولا بالنصح والإرشاد، وجنابكم أيضا في الفضائيات تحاولون توعية وإرشاد ونصح. يعني الشعب مغلوب على أمره، وأمريكا هي التي جلبت هذه الطبقة السياسية وهي فرحانة بها ومسلمتها العراق. هكذا يقول العراقيون، يعني هكذا يقول العراقيون، يعني نقلا عن العراقيين. تمام أنا في الشارع العراقي كل يوم، يعني نعم. يعني عايش هنا الحقيقة. شوف، من يجب أن شوي نوضح هذه، إنه أمريكا جلبت هذه الطبقة. أمريكا جلبت التغيير. نعم. وإذا نرجع للأيام الأولى، أمريكا جابت معها بحدود 240 ما يسمى بمستشار عراقي. معظمهم الآن رجعوا، لأنهم ما أكو حماية مؤسساتية لل 240 واحد، سواء كانوا خبراء ولا غير خبراء، هذا شيء آخر. الحماية المؤسساتية ما موجودة، إضافة إلى جاءوا إلى العراق كأفراد. النظام السياسي معظم الآن المتكون، الأحزاب المسيطرة الآن جاءت من إيران. فنعم أمريكا أحدثت التغيير، لكن النظام المؤسساتي والسياسي جاء من إيران، المؤسسة جاءت من إيران، الأخوة الذين دخلوا من إيران أو من سوريا ما جاءوا أفراد، جاءوا مؤسسات، جاءوا جيوش، جاءوا تأثير دولة كاملة. فالنتيجة النهائية هذا التأثير بقى مقابل التأثير الأمريكي، أي التأثير المجتمعي والتأثير المؤسساتي. طيب. النتيجة بالنهاية أمريكا ومن جاء معها أيقنت أنه سمحت بالتغيير، لكن هذا التغيير أتى بطبقة حقيقة أخلاقيا، هذه الطبقة أخلاقيا لم تكن وفية لمبادئها في المعارضة أو مبادئها الإسلامية. نعم. النهب والفساد أصبح سلوك عام لهذه الطبقة. يعني نقدر نقول بالنهاية دكتور أنه إيران ملأت الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة. على العموم، رئيس أكاديمية التطوير السياسي والحكم الرشيد الدكتور عبد الرحمن الجبوري، أشكر لجنابك كل هذه الإضاءات والتحليلات لأبرز ملفات العراق كما رآها العالم في أسبوع. إذن مشاهدينا، حتى الأسبوع المقبل أودعكم مع مجموعة من الصور بثتها وكالة الأنباء الفرنسية الأسبوع الماضي لأوضاع مدينة سنجار التي عاد إليها القليل من أهلها، حيث الخراب الذي أحدثته فيها تنظيمات الإرهابية وتنظيم داعش بالتحديد. هذه تحياتي أنا سرمد القيسي، وتحيات فريق العمل. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.